ماما ماجي، هل في يوم من الأيام شعرتي إنه أنا أخدت القرار الصح ولا القرار الغلط؟ هو الحقيقة إن أنا مديونة لربنا بكتير، واحد زي أبونا أغسطينوس هنا في ماري يوحنا، وأنا صغيرة كان هو صديق للعيلة وأب روحي لإخواتي. كنت أبصله كده بإعجاب، إني شعر إنه في حاجة مختلفة، كل حاجة ربنا حطها في حياتي شعرت إن أنا مديونة لكل إنسان مر عليا في حياتي، ومش عارفة إزاي أعبر على إني أقول له يا رب أشكرك أشكرك أشكرك، ونفسي العالم كله والخليقة كلها تسبح مع الملائكة كل يوم، كلنا مع بعض نقول نشكرك يا رب، نشكرك نشكرك على صنيعك العجيب، إن إحنا مديونين للأبد، وإن إحنا في السماء بس نسبح مع الملائكة ونقول لك نشكرك للأبد. ماما ماجي، ممكن تاخدينا في خلال اليوم بتاعك في مصر؟ اليوم بتاعي أفتكر إن أكتر الناس اللي فعلا بينجحوا بنحب نعرف إيه العوامل اللي نجحتهم، فاللي أنا عرفته وتعلمته إن الإنسان الناجح لازم يستيقظ بدري قبل النور ما يطلع، زي موسى مع الشعب لما ربنا قال له أول ما الشمس هتطلع البركة هتسيح، فاللي عايز بركة يلحق قبل الشمس، ودي الحقيقة حضرتك تلاقيها لو شفنا حياة كل واحد نجح بيقوم بدري، ولو ما كانش متعود يبتدي يطلب من ربنا يساعده يقوم بدري، خصوصا الشباب، انه قبل الساعة 4 او 5 يكون فتح عينيه وقف على رجليه وقال له اشكرك يا رب، يوم جديد وفكر جديد ورحمتك جديدة كل صباح، ودي بداية النجاح الحقيقي. ماما ماجي الآن وصلت إلى هذا المستوى من التكريم في مصر، شفنا الرئيس السيسي في الإمارات، في الكويت، في كافة أنحاء العالم، في أوروبا. إيه الخطوة الثانية بالنسبة لماما يا ماجي؟ What's the next step؟ هو اللي يعرف، ربنا هو اللي بيرحب. تمام. ماما ماجي، إحنا الحقيقة سعداء جدا بوجودك معنا النهاردة، وبنحب ننقلك محبتنا كلنا وكل أولادك، وهنا لأنه أولادك كلهم مش بس في مصر بيشعروا بالروح الجميلة دي، وبيشوفوا صورة المسيح اللي بتمثلها في عملك وفي خدمتك الحقيقية، وقلة حديثك عن الخدمة، لكن نشكر محبتك، نشكر وجودك معنا، ونتمنى دائما أن تصلي لنا زي ما بتصلي لأولادك. أنا الحقيقة عايزة أشكركم جدا دكتور، وأشكر كل العاملين معاك، وأشكر القنوات الحلوة اللي بتقدم أفكار حلوة دايما تفرح العالم كله، وأشكر كل واحد بيجاهد في حياته عشان يسيب أثر حلو، لأن هو ده الإنسان اللي ربنا كان نفسه يشوفه. أشكركم جدا، وأشكر كل الناس الحلوة في كل مكان في العالم، ربنا يكتر الناس الحلوة دايما. شكرا جزيلا ماما ماجي، مادر تريسا، شكرا لكم.